بونجور تو الموند، اهلا بيكم، وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. احنا ان شاء الله النهارده قعدنا مع السيشن الثالث، هنخلص النهارده باذن الله ال ال او الاولاني، بحيث ان شاء الله يبقى الاسبوع الجاي يبقى معانا اسيسمنت كده شامل على كل ال ال او باذن الله تعالى، ونبدا في ال ال او الثاني ان شاء الله. احنا ماشيين بمعدل كويس جدا، احنا مش متاخرين ولا حاجه، احنا ماشيين تبع الكالندر عادي جدا، مفيش اي حاجه. طبعا انا ببقى سعيده جدا بالاسئله اللي بتجيلي على الخاص، والحمد لله برد عليكم على طول، مش بتاخر. ولكن لو في اي سؤال تاني برحب طبعا بكل اسئلتكم. يلا نبدا ونشوف النهارده، بنختم مع بعض ان شاء الله ال او، وبعد كده بنشوف في الاخر اسيسمنت صغير. هسيب لكم لينك في الديسكريبشن بحيث تقدروا تنزلوا بي دي اف في الاسئله اللي انتم هتحلوها كديفوار. يلا بينا. ال ال او الاولاني السيشن الثالث بيتكلم هنا معانا عن فيرب ساتولي، طبعا بتصريفه البسيط بونجور. Je m'appelle Karim. Et toi, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Micho. طبعا هنا فيرب ساتولي بيستخدم علشان نقدم بيه نفسنا أو نسأل بيه عن اسم شخص إحنا عايزين نتعرف عليه. Le verbe s'appeler au présent de l'indicatif. بنتعرف على تصريف الفيرب في زمن المضارع verb s'appeler. لو نلاحظ إنه هو بينتهي بالـ-er، ده معناه إنه هو premier groupe، مجموعة أولى. تصريفه Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. لو لاحظنا ان احنا بنشوف تضعيف الحرف ال L، بيبقى معنا دوبل L في جميع التصريفات ما عدا مع نو ومع فو، بيبقى هو L واحدة. طبعا بعد حذف ال E وال R من الانفينيتيف بتاع الفيرب، بنلاحظ ان مع الضمير جو بينتهي التصريف معايا بحرف الـ أ، مع تو بينتهي التصريف معايا بحرف الـ أ والأس، مع الإيل والأل بينتهي بحرف الـ أ، مع النو بينتهي بالأو والأن والأس، مع الفو بينتهي بالأو والزد، مع الإيل أفيك أس والأل أفيك أس بينتهي بالأو والأن والتي. لكن نلاحظ حاجة تانية، غير إن إحنا بنضعف حرف ال L في التصريفات مع النو والفو، ومن غير كمان إن إحنا بنحذف ال E وال R، كمان في البرونونساسيون في النطق إحنا بنسمع تلات نغمات بس. إيه النغمات اللي إحنا بنسمعها؟ بنقف عند الحرف الساكن اللي هو هنا هيبقى حرف ال L، مع هيبقى نطق واحد ما عدا مع النو والفو. يعني أنا لو بصيت على جو، Je m'appelle, appelle, tu t'appelles, برضو appelle, il s'appelle, برضو appelle. حتى في الـ il avec s والـ l avec s، il s'appelle, appelle. يبقى أنا سمعت appelle مع الـ je، وappelle مع tu، وappelle مع الـ il والـ l في الـ singulier، وappelle مع الـ il avec s والـ l avec s. ده كده نطق واحد مع اختلاف طبعا الكتابة، لكن مع النو هنبص تلاقي نو نوز ابلون ابلون، فو فوز ابلي ابلي، يبقى ابل دي نغمة، ابلون دي نغمة، ابلي دي نغمة. طبعا احنا هنا معانا لزارتيكل انديفيني اللي هي ادوات النكره، ادوات النكره زي الايه والان والسم بالنسبه للغه الانجليزيه.
طبعا عندي هنا ان للسنجولي اللي هو المفرد، الماسكولين المذكر، ان برضو للسنجولي المفرد، فيمينا المؤنث، دي طبعا للبلوريال سواء ماسكولين او فيمينا للجمع بنوعي. اكزامبل اللي عندنا ان ليفر، طبعا هنا ليفر مالها سنجولي وفي نفس الوقت ماسكولين مفرد ومذكر كتاب، عشان كده خدنا ايه ان ليفر. ان جوم، ان جوم طبعا برضو سنجولي وفيمينا مفرد ومؤنث، جوم يعني استيكة او جومة. دي كايي، دي شاز هنا مثال للجمع المذكر دي كايي، ومثال للجمع المؤنث دي شاز، اخذت دي ليه؟ علشان هي بلوريال. طبعا كايي اللي هي كراسات، شاز اللي هي كراسي. اكزامبل اللي معانا عندنا هنا ان فرير، ان ليف، ان كولاج، كل دي نماذج للماسكولين سنجلي. ان فرير اخ، ان ليف اخت، ان كولاج مدرسه اعدادي، ان كلها تسبق الاسماء الفيمينا، ان سير اخت، ان ليف تلميذة، إنيكال مدرسة. طبعا هنا إيلاف في الماسكولان وإيلاف في الفيمينا هي نفس الكلمة، بنفرق ما بين المذكر والمؤنث بالأرتيكل أنديفيني، أن هنا للماسكولان وإن للفيمينا. طيب للبلوريال دي جارسون، دي في، دي زيلاف، دي جارسون أولاد، دي في بنات، des élèves تلاميذ. لاحظنا ان هي دي لكنها اتنطقت معايا des élèves لان هنا عندي حرف الاس ما بين دو فويل، حرف الاو وحرف الاو افيك اكسون. عايزين نعرف كده ان ان وان بتساوي في اللغة الانجليزية زي ايه أو an أو one. والدي بتساوي كلمة some. يعني هنا une voiture كأني بقول a car، un chat كأني بقول a cat، des voitures كأني بقول some cars، des chats كأني بقول some cats. يلا دلوقتي نشوف الأمثلة اللي قدام مننا ونختار لها يا إما أن أو إن. garçon، fille، femme، homme، chaise، table، portable، livre، valise، cahier. فكروا مع بعض يلا. garçon طبعا un garçon، fille une fille، femme une femme، homme un homme، chaise une chaise، table une table، portable un portable، livre un livre، valise une valise، cahier un cahier. طبعا في سؤال مهم جدا جدا جدا، نفرق ازاي ما بين الماسكولين والفيمينا؟ في حاجة معينة ممكن تساعد شوية، معظم الكلمات اللي بتنتهي بالمقطع
age زي كلمة étage. الكلمات اللي بتنتهي بالمقطع heure زي كلمة bonheur. الكلمات اللي بتنتهي بالمقطع il زي fil. الكلمات اللي بتنتهي بالمقطع et زي كلمة objet. الكلمات اللي بتنتهي بالمقطع al زي general. ier زي glacier. in زي pain. oir زي miroir. au زي bateau. on زي balcon. ism زي séisme. غالبية الكلمات دي بتكون masculin بتكون مذكر. والكلمات اللي بتنتهي بالمقطع al زي voyelle. et زي assiette. eus زي vendeuse. hier زي fermière. i زي كلمة fille. in زي كلمة copine. war زي كلمة histoire. hot زي كلمة bot. on زي كلمة anon. دي بتكون féminin. غالبية الكلمات دي بتكون فيمينا. وصلنا للسؤال كاسكو سي إيه ده؟ ما هذا؟ طبعا الإجابة عليه بتبقى سيتان أو سيتون، ده لو كان مفرد. طب لو كان جمع يبقى الجمع بتاعي سسون، يبقى سيتان للسنجولي سواء ماسكولان أو فيمينا. سيتان أو سيتون في البلوريال بتبقى سسون وتبقى طبعا دي. ندي أمثلة. C'est un sac. C'est un livre. C'est un stylo. C'est un bureau. C'est un ordinateur. C'est un tableau. C'est une table. C'est une chaise. C'est une porte. C'est une gomme. C'est une trousse. Ce sont des tables, ce sont des chaises, ce sont des portes, ce sont des sacs, ce sont des livres. طبعا نشوف معاني الكلمات. sac حقيبة. livre كتاب. stylo قلم جاف. bureau مكتب. ordinateur computer. tableau سبورة. une table منضدة. une chaise كرسي. une porte باب. une gomme أستيكة أو جومة. une trousse مقلمة. table طبعا دي البلوريال. chaise دي البلوريال. porte dit le pluriel, sac dit le pluriel, livre de le pluriel. وصلنا لنهاية آخر كونسبت معانا. احنا طبعا كنا أخذنا الكولور. بيجي عندنا بيسألنا ايدنتيفيي لي كولور دي درابو ايجيبسيان اي فرونسي، حدد لي ألوان العلم المصري والعلم الفرنسي. هنمشي على النموذج ده. لو درابو ايجيبسيان ا 3 كولور، لو 3 الوان، لو روج لو بلون اي لو نوار. لو احنا عملنا كده بالنسبه للفرنسي يا ترى نكتب ايه؟ فكروا واعملوا بنفسيكم. في نهايه السيشن اتمنى يكون ان شاء الله غطينا كل النقط اللي كانت موجوده في كل ال او بشكل واضح وبشكل مفصل. ننتظر أسئلتكم لو في أي استفسار، ونستعد إن شاء الله للأسسمنت الأسبوع الجاي. قبل ما نخش في شرح الـLO الثاني إن شاء الله هنكون حاطة لكم لينك لكويز على كل الـLO بإذن الله تعالى. ما ننساش إن في الديسكريبشن في لينك تقدر تنزل منه PDF في شوية أسئلة على الشغل اللي إحنا اشتغلناه النهاردة. نتمنى إن شاء الله نكون الدنيا بسيطة بإذن الله، وأشوفكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. طبعا شير ولايك وسبسكرايب. أورفوار.